عقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس الخميس جلسته العامة برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمشاركة 97 من أعضاء المجمع في المقر البابوي بدير الأنبا بشوي في وادي النطرون، وهي المرة الأولى التي يجتمع فيها المجمع بعد الإغلاق الذي شهده عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. خرج المجمع بعدد من القرارات الملزمة بناء على توصيات لجانه والتي اجتمعت في القاهرة خلال الأيام الثلاثة السابقة للجلسة العامة. عشان نتعرف أكتر على القرارات دي ومزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، يسعدنا أن يشاركنا عبر الهاتف القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي الجديد باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. في البداية يعني برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. احنا عارفين أن حضرتك توليت مهمة المتحدث الرسمي الجديد باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من 4 أيام تقريبا أو أول ما، ففي البداية ببارك لحضرتك. أهلا بك أولا يا أستاذة، وبشكرك جدا، ويعني إن شاء الله يبقى العمل موفق. أهلا بحضرتك. طيب خلينا في الأول نعرف عن أهم القرارات والمجريات اللي خرجت عن المجمع أو اجتماع المجمع المقدس بالأمس. هو يعني الحقيقة كان فيه أكثر من قرار، الجلسة يعني استمرت لفترة وكان في مجموعة من الملفات تم بحثها، ويعني كان في قرار اعتراف بدير القديس يحنس القصير للرهبان ده على طريق العالمين، وأيضا تم قبول ملفات ببعض الشخصيات الدينية لدراستها تمهيدا لاعتراف بقداسة هذه الشخصيات، الاعتراف الرسمي الكنسي بهذه الشخصيات هم الراهب يوسوس الأنطوني والقمص بشوي كامل وربما آخرين. يعني كمان كان في قرار بعدم جواز دفن الآباء الكهنة أو غيرهم داخل أسوار أي كنيسة. طيب في سياق الخبر جه ان كمان في لجان اجتمعت في القاهره، لو حضرتك تعرفنا على ابرز اللجان اللي اجتمعت في القاهره واليه العمل، يعني الملفات على اي اساس اللي تناولوها تم تحديدها؟ هو اولا طبعا المجمع بيضم 10 لجان متخصصه، كل لجنه متخصصه في جانب من جوانب العمل الرعوي الكنسي، بالإضافة إلى لجنة السكرتارية واللجنة الدائمة. اللجنة الدائمة اللي هي بتتكون من مقرري اللجان العشر. الحقيقة اللجان على مدار 3 أيام بحثت مجموعة من الموضوعات. الآلية بتاعة عملها أن كل لجنة في مجال تخصصها بتتلقى يعني مذكرات أو موضوعات أو بتعرض عليها بعض القضايا أو المشكلات أو المقترحات، بيتم تجميع كل المقترحات قد يقترحها واحد من أفراد من أبناء الكنيسة يعني أو من الأباء الأساقفة أو الأباء الكهنة أو الرهبان، الكل متاح ليه فرصة تقديم المقترحات أو الأفكار والعرض. اللجنة كل لجنة ليها سكرتارية بتعمل عملية تقييم لما هو مقدم وبتستخلص من ده الموضوعات اللي بتعرض على اللجنة. طيب يعني في نقطة مهمة عايزة أتناقش مع حضرتك فيها، يمكن في مخرجات خرجت من جلسة الأمس وأنشطة كتير، آلية تنفيذ المخرجات اللي خرجتوا بيها؟ يعني جلسة استمرت لقرابة 6 ساعات، فترة طويلة يا فندم، فأكيد خرجتوا بقرارات كتير وأنشطة كتير، آلية تنفيذ هذه الأنشطة؟ يعني هو الأول الفترة الطويلة كانت نتيجة أنه طبعا زي ما حضرتك عارفة أنه اجتماعات المجمع توقفت طوال سنة 2020 بسبب فيروس كورونا. صحيح. وأيضا بسبب أنه الموضوعات لما بتطرح بيبقى في مساحة مناسبة لتبادل الرأي والتشاور بين أعضاء المجمع.
لكن المخرجات اللي طلعنا بيها الحقيقه كان في مجموعه ايضا من الاشارات والتوصيات المهمه جدا، وزي مثلا يعني الدعوه لكل المجتمع وكل فرد في الكنيسه انه يلتزم بالاجراءات الاحترازيه، ودي الحقيقه نقطه مهمه جدا في ظل الظروف دي، زائد التشجيع على تلقي اللقاحات عشان ده امر بالتاكيد هيدعم حل مشكله كورونا. الحاجه الثانيه توجيه للمدارس والحضانات التابعه للكنائس وكذلك فصول التربيه الكنسيه بقبول ذوي الاحتياجات الخاصه اللي اعاقتهم تسمح بالدمج، وتوعيه اولادنا بعدم التنمر عليهم والتفاعل معهم بشكل ايجابي كنوع من المسانده دي. ايضا تم الاعلان عن وضع ميزانيه لدعم التعليم والصحه لابناء المسجونين، وايضا تاهيل الخارجين من السجون، ودي مهمه بتتولاها شركه الخدمات لان حضرتك قالي على الاليات. هنا صحيح. في توجيهات عامه زي النقطتين اللي فاتوا، النقطه دي بتاعه الخاصه بابناء المسجونين والمسجونين تتولاها اسقفيه الخدمات. ايضا كان في توجيه بمسانده الدوله في جهودها التنمويه وخاصه المبادرات الرئاسيه زي حياه كريمه و100 مليون صحه وغيرهم. يعني اتفقتوا على ازاي ممكن تتم اوجه مسانده الدوله في الاطار ده تحديدا يا فندم؟ هقول لحضرتك في الحقيقه اسقفيه الخدمات بالفعل في مجموعه من الاتفاقيات والبروتوكولات اللي شغالين فيها مع المبادرات دي، يعني التوجيه ده كان نوع من دعم لجهود اسقفيه الخدمات في هذا السياق. ده امر يعني الحقيقه شغال، وفي مشاركات من الكنائس ومن الاباء الكهنه والخدام في المبادرات دي بشكل عملي على ارض الواقع. كمان كان في توجيه يخص الحفاظ على الهويه المصريه عند اولادنا في المهد. عشان كده كان التوجيه مختص بعمل نوع من الكرفلات والايام لبعض الاعياد القبطيه زي عيد دخول السيد المسيح ارض مصر، وصول العائله المقدسه الى مصر اللي بيكون في 1 يونيو، وعيد الشهداء المعاصرين اللي هم يوم شهاده شهداء ليبيا 15 فبراير، وكذلك تذكار نقل جبل مقطم في 27 نوفمبر، انه في الايام دي ولادنا في الكنائس في المهجر هيتعمل لهم نوع من الاحتفاليات اللي تخليهم يعيشوا الجو المصري بتاعنا والعادات المصريه كنوع من ربط الجيل الثالث والرابع بهويتهم المصريه. طيب سؤالي الاخير لحضرتك، يعني اكيد حضرتك والمجمع المقدس للكنيسه القبطيه الارثوذكسيه تابعتوا النهارده في حدث كبير، الحدث الاضخم اللي بيشهده العراق، وهي زياره البابا فرانسيس بابا الفاتيكان للعراق، زياره بدات النهارده. تعليق حضرتك على الزياره دي وازاي تابعتوها ورسائل السلام اللي خرجت من البابا فرانسيس النهارده؟ طبعا هو قداسة البابا فرانسيس رمز ديني كبير، وبتربطه بقداسة البابا تواضروس، يعني علاقة متميزة وفي تواصل دائم. صحيح. وهو الحقيقة شرفنا بالزيارة هنا في مصر في أبريل 2017، وكانت زيارة الحقيقة متميزة في كل جوانبها. وبكل تأكيد قداسة البابا فرانسيس رمز ديني كبير، والحقيقة أنه وجوده ووجود كل رمز ديني في كل مكان يحمل رسالة إيجابية مشجعة. صحيح. يعني لا شك أنه العراق من خلال هذه الزيارة هتاخد جرعة أظن ان هيبقى لها تاثير ايجابي وفعال في
في دعم الوضع في المجتمع العراقي. هي زيارة بكل تأكيد زيارة مفرحة. صحيح. القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي الجديد باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر، وأكيد بنتمنى لحضرتك كل التوفيق في تولي هذه المهمة.